الظهر وفي عناوينها: تواصل أزمة المهجرين غير النظاميين في جبنيانا والعامرة، وتلويح بالدخول في إضراب عام بالمنطقة في حال عدم التوصل إلى حلول جذرية. لليوم العالمي للسكان تحذيرات من ظاهرة التهرم السكاني للمجتمع التونسي ودعوات لضبط سياسات تواكب هذا التحول الديموغرافي. جزر وصهيونية في حي الرمال ومناطق أخرى في مدينة غزة، ودفاع المدني في القطاع يسجل مسح 500 أسرة فلسطينية من السجل المدني ويعلن حي الشجاعية منطقة منكوبة. إلى التفاصيل. بدعوى من نظيره البرازيلي ماورو فييرا، يؤدي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمارة بداية من اليوم وإلى غاية 13 من جويليا الجارية زيارة عمل رسمية إلى جمهورية البرازيل الاتحادية، مرفوقا بوفد يضم ممثلي الهيكل الرسمية ورجال أعمال وفاعلين اقتصاديين برئاسة رئيس منظمة الأعراف سمير مجول. وسيتولى وزير الخارجية بالمناسبة رئاسة أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي البرازيلي الذي تنظمه غرفة التجارة العربية البرازيلية بالتعاون مع مجلس الأعمال التونسي البرازيلي، كما سيتولى تدشين المكتب التجاري والقنصلية التونسية الذي سيتم افتتاحه بمقر غرفة التجارة العربية البرازيلية في مدينة ساو باولو. على صعيد آخر، وصلت اليوم تعزيزات أمنية إلى جبنيانا والعامرة من ولاية صفاقس، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الدولة أمس خلال استقباله كل من وزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق، على خلفية تصاعد نسق الاعتداءات من قبل المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء. هذه هي التعزيزات اعتبرها عضو المجلس المحلي في جبنيانا عمر المنصر غير كافية بالنظر للعدد المهول للأفارقة جنوب الصحراء. ومن جهته أكد الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل في جبنيانا والعامرة يوسف بوعافية أن الحل لا يمكن أن يكون أمنيا فحسب، مطالبا بضرورة إيجاد حلول جذرية للحد من هذه الظاهرة. أزمة إلى جانب أنها اجتماعية تحولت إلى أزمة أمنية رعب للمواطنين، تحولت إلى أزمة لاقتحام المنازل، إلى تهديد بالقتل، السرقات، إلى أنها الناس هذه ما عادش تحترم القانون نتاع البلاد. احنا كاتحاد محلي أهمنا من هم مكونات المجتمع المدني نطالبوا بحلول جذرية لهذه الأزمة. نطالب السلطة الجهوية، السلطة الوطنية، الأمن متاعنا. رانا عندك 100,000 نسمة ما بين جبنيانا والعامرة راهي تعيش في حالة رعب وفي حالة خوف. احنا عملنا جلسة مع السيد المعتمد الاول مسؤول على ولاية صفاقس، قال لنا راهي ثم حلول مؤقتة وثم حلول تكون جذرية في الايام القادمة. نحن مع المحافظة على الاستقرار للبلاد متاعنا، لكن اذا ما لقيناش بالملموس حماية اهالينا ومتساكني الجهة باش يكون الاضراب العام هو الخيار. ما بين جبنيانا والعامرة راهو العدد قد يفوق سكان احدى المعتمديتين، يعني الحل ماهوش في الدوريات الامنية المتواجدة يومين. ننتظروا احنا كبقية مكونات المجتمع المدني في الحلول الجذرية اللي ممكن تجين. نحن ندافعوا على سيادة الوطن. الآن الناس هذه نعرفوهم منين جايين والوه جايين وإلا لا. يصادف 11 من جويليا من كل عام إحياء اليوم العالمي للسكان بهدف تعزيز الوعي بالتغيرات الديموغرافية وعلاقتها بالتنمية الشاملة والمستدامة. وفي تونس يرى عدد من خبراء القضايا السكانية أن المجتمع التونسي يتجه نحو ظاهرة التهرم السكاني، ما يطرح تساؤلات حول مدى ملائمة السياسات السكانية المعتمدة من الدولة مع هذا التحول الديموغرافي. جهان علوان وتقرير التالية. تحيي تونس اليوم كسائر دول العالم اليوم العالمي للسكان وسط تحذيرات من خبراء التغييرات الديموغرافية من تحول المجتمع التونسي من فتي إلى مجتمع في بداية التهرم. فتقديرات الهياكل الرسمية تؤكد أن نسبة كبار السن في تونس ستبلغ خمس السكان في غضون سنة 36 و2000. أستاذ التعليم العالي المختص في الديموغرافيا وقضايا الهجرة حسين قصر لفت إلى بداية تغير في الهيكلة السكانية للمجتمع التونسي. حاليا وفق الحداثة
وفق التغيرات الاجتماعية نتيجة أيضا تراجع الزواج بشكل عام وارتفاع سن الزواج. هذا أدى أن اليوم عنا 1.9 طفل لكل امرأة، معناتها بمعنى كل امرأة من جيل تنجب 1.9 طفل. إذا هذا ما يعطينا بداية تغير في الهيكلة السكانية، يعني أنه نسبة الأطفال أي 0-14 بدأت تتقلص نسبيا أيضا، وبداية ارتفاع نسبة المسنين تدريجيا، لكن لحد الآن ما زالت نسبة المسنين غير مرتفعة بشكل مخيف. أكيد بعد عشريتين ستصبح هذه نسبة مهمة جدا وتضاهي المجتمعات الأوروبية حاليا. من جانبه اعتبر الخبير في قضايا السكان والتنمية أحمد عبد الناظر أن الإشكال لا يكمن في التهرم السكاني وإنما في الاستعداد لهذا التحول الديمغرافي. في الواقع موضوع التهرم السكاني هو أن الفئات الكبيرة السن نسبتها تأخذ الارتفاع من مجموع السكان، في حين أن الفئات الصغيرة من 30-35 سنة فما أقل تأخذ في التقلص، وهذا ما وقع في تونس صحيح، لكن مش معنى هذا أنه احنا عندنا خلل كبير في العملية وفي التطور السكاني في تونس، وإنما هذه صيرورة كل المجتمعات. الإشكال هو هل استعديناش هذه الوضعية وللوضعية القادمة، لأن احنا في سنة 2050 باش يكونوا تقريبا 20% أو 19% من السكان يكونوا عمرهم أكثر من 60 سنة. ويرى خبير قضايا السكان والتنمية أحمد عبد الناظر ضرورة التوجه نحو وضع سياسات ملائمة لهذا التغير الديمغرافي. بالرغم من سياستنا السكانية واحنا عندنا مثلا كذلك استراتيجية وطنية لكبار السن، لكن ما زال هناك الكثير من العمل، وربما نقول احنا تأخرنا شوية في هذا المجال. لابد من أننا نأخذ بعين الاعتبار التركيبة السكانية الجديدة التي ستأتي. الذي يجب أن ننتبه إليه ويجب أن نتحرك فيه هو أن نضع السياسات والبرامج والاستراتيجيات التي تتماشى مع الوضعية الحالية للتركيبة السكانية وكذلك التركيبة السكانية لتونس خلال 20-30 سنة القادمة. تقديرات بتحولات هامة تشهدها التركيبة الديمغرافية للمجتمع التونسي في انتظار المؤشرات الرسمية التي سيوفرها التعداد العام للسكان في نوفمبر القادم، هو التي ستمثل رافدا أساسيا لضبط السياسات السكانية القادمة ولتفادي الإخلالات في الأنظمة الاجتماعية والصحية. تنظم أيام 18-29 جويليا الجاري بمدينة العلوم بتونس الأيام الإعلامية الوطنية حول دورة التوجيه الجامعي 24-2000. هذه التظاهرات تتضمن محاضرات حول عروض التكوين وفقه الأكاديمية والمهنية وقصص نجاح ونصائح من أجل توجيه موفق ومعرض الجامعات والخدمات الجامعية وعروض التعليم العالي العسكري والتكوين المهني، إضافة إلى لقاءات مباشرة للناجحين الجدد في امتحان البكالوريا مع أساتذة جامعيين ومستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي. هذا دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها اليوم كافة المعنيين إلى مواكبة هذه التظاهرة والاستفسار حول عمليات التوجيه الجامعي ومسالك التكوين في التعليم العالي والخدمات الجامعية. وببادرة من نادي تونس للطلبة انطلقت اليوم في تونس الكبرى يوم التوجيه الجامعي للناجحين في البكالوريا، على أن تخصص أيام مماثلة خلال الأسبوع القادم للناجحين في دورة التدارك. رئيس النادي قيس عثماني أكد أن هذه المبادرة تهدف إلى معاضدة مجهودات وزارة التعليم العالي في عملية التوجيه الجامعي. يوم التوجيه الجامعي البكالوريا يحضروا فيه جماعة الفاك، كما نعرفوا اللي قاعدين يصيروا في تونس طول كلها تحكي على البريفي وعلى الانستيتيو ديترونجي على قرايه برا، احكي له على سبيسياليتي وعلى كل قرايه شنو هي المستقبل نتاعها، فيها خدمه من بعد ما فماش خدمه من بعد، الصعوبات نتاع القرايه البلو كيفاش يقراو. عملنا ايامات نتاع توجيه الجامعي البكالوريا في 5 بلايص مختلفه. بدينا البارح في المركز الثقافي والرياضي بالمنزل السادس، ليفينمون باش نعاودوه الجمعه الجايه باش يكونوا حاضرين معنا اللي هما نجحوا في الكونترول، غدوا ريزلتا ان شاء الله ربي ينجحهم الكل. في المركز الثقافي بكارتاج درمش يبدا ليفينمون نهار 3-13 جويليا 8:30 نتاع الصباح حتى 6 نتاع العشية، باش يلقاو دي كونسيان تاع اورينتاسيون نهار الاربعاء 17 جويليا ونهار الخميس 18 جويليا في دار الثقافة في المروج، باش يفسر لهم مراحل التوجيه الجامعي وباش يفسر لهم زاد المنحة الجامعية، الانسكريبسيون في الفاك، المبيت الجامعي، الافاق نتاع كل فاليتي تاع كل اختصاص جامعي كنادي طلبة. نعملوا في الايام هذيا نتاع التوجيه الجامعي على خاطر نعرفوا اللي المشكلة نتاع الناس الكل كونه الايام الاعلامية للتوجيه الجامعي في مدينة العلوم ما ينجموش الناس الكل يجيوها.
تعتزم وزارة التربية أحداث قسم سنة أولى ثانوي فنون بكل مندوبية جهوية للتربية بداية من السنة الدراسية المقبلة. التلاميذ المعنيون والراغبون في التسجيل في هذا القسم مطالبون بالقيام بعمليات التسجيل الإلكترونية قبل 17 من جويليا الجاري لإجراء الاختبارات في المواد الفنية يوم 24 من نفس الشهر. المدير العام للمرحلة الإعدادية والثانوية أحمد سليمي يوضح. التلاميذ المعنيين للتسجيل بهذا القسم هم تلاميذ المرتقين في نهاية السنة الدراسية 2023-2024 إلى السنة الأولى من التعليم الثانوي. الراغبون منهم للترشح لاجتياز اختبارات المواد الفنية الخاصة بالتسجيل بهذا القسم مطالبون بأن يقوموا بعملية التسجيل إلى حدود يوم الأربعاء 14 جويلية 2024، علما وأن ترشحات سيتم التأشير عليها من الموقع المذكور يوم 18 جويلية 2024. التلاميذ المعنيون مطالبون بالألوج إلى الموقع parents.education.tn لإتمام عملية التسجيل، والاختبارات ستجرى بمختلف المعاهد التي سيتم اختيارها لاحتضان هذه الأقسام يوم الخميس 24 جويلية 2024. أحرز الفريق التونسي المتكون من الرباعي خولة بن أحمد وغفران عياري وسليمة بن تميم وسيرين عياري على المركز الثالث ضمن فعالية المخترعين شبان المدرجة ضمن جائزة المخترع الأوروبية لسنة 24 و2000. وتحصل الفريق على هذا المركز لتطويره نظام التحكم الذكي بالكراسي المتحركة بما من شأنه أن يساهم في تحسين قدرة أصحاب الإعاقات الحركية على التنقل. المخترعة سليمة بنت ميم تتحدث عن هذا التتويج. على الكرسي المتحرك لذوي الاحتياجات الخصوصية، المنتوج نتاعنا تحصل على مرتبة ثالثة في جائزة المخترعين الشبان من لورغانيزاسيون اوروبيان دي بروفي. نحن ياسر فرحانين بالتتويج اللي تحصلنا عليه والجائزة اللي تحصلنا عليها، واللي هي كانت لنا فرصة ياسر مهمة باش احنا نزيد نقدموا بالمنتوج نتاعنا اللي بقدرة ربي باش يوصل أكثر عدد ممكن من الناس أصحاب الإعاقة الحركية. والحمد لله فرحانين اللي احنا وصلنا المنتوج نتاعنا، تشرفنا بالجائزة وخاصة شرفنا بلادنا كأول بلد عربي تم تسميته في المسابقة هذه. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان. في تطورات الأوضاع في الشأن الفلسطيني، وفي اليوم 79 بعد 200 من الحرب الصهيونية على قطاع غزة، وصلت قوات الاحتلال اليوم قصف عدة أحياء بمدن غزة ورفح وجبلية مما أوقع عشرات الشهداء والجرحى. وقالت وزارة الصحة في غزة إن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الساعات 24 الماضية مجزرتين راح ضحيتها 50 شهيد و 54 مصاب. يأتي ذلك فيما تعذر على فرق الإنقاذ انتشال جثامين 30 فلسطينيا حتى لا تزال ملقاة بشوارع حي الرمال ومنطقتي الصناعة والكتيبة في مدينة غزة. في الأثناء قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل إن حي الشجاعية أصبح منطقة منكوبة غير قابلة للحياة بسبب العدوان الإسرائيلي، مضيفا أنه تم انتشال أكثر من 60 شهيد في الحي فيما لا يزال العشرات تحت الأنقاض. 14 يوما والاحتلال الإسرائيلي يتواجد في هذه المنطقة والتي دمر فيها معظم المباني والمنازل التي لم يدمرها في اجتياحه الأول، فأصبح أكثر من 85% منها غير قابل للسكن، وبذلك أصبح حي الشجاعية منطقة منكوبة غير قابلة للحياة. إن طواقم الدفاع المدني استطاعت انتشال أكثر من 60 شهيدا من منطقة الشجاعية، وهذه إحصائية أولية حتى الآن، وهناك العشرات من الشهداء الذين لا زالوا حتى هذه اللحظة متواجدين تحت أنقاض المنازل، ننتظر حتى نستطيع أن نقدر العدد الحقيقي في هذا الاجتياح وما خلفه هذا الاجتياح من أعداد للشهداء. نعلن أن منطقة الشجاعية أصبحت منطقة غير قابلة للسكن وتفتقر لكل مقومات الحياة، بات أكثر من 120 ألف مواطن بلا مأوى وهم الآن في العراء. نطالب بضرورة توفير الوقود بشكل عاجل وتوفير المعدات والإمكانيات، إن استمرار بقاء آلاف الجثث تحت الأنقاض يتسبب بانتشار الأمراض والأوبئة نتيجة تعرض جثث الشهداء لأشعة الشمس وانبعاثات الروائح منها.
كما أشار المتحدث باسم الدفاع المدني أيضا إلى أن التقديرات الأولية تؤكد استشهاد 50 فلسطينيا على الأقل في منطقة تل الهوى، مع بقاء جثامين الآلاف تحت الأنقاض، بما ينذر بانتشار واسع للأوبئة. ولليوم الخامس على التوالي تجتاح قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق عديدة في تل الهوى، والتقديرات الأولية حتى هذه اللحظة تتحدث عن ارتقاء ما يزيد عن 50 شهيدا، جلهم من النساء قتلوا في هذه المنطقة، ولازالت العملية مستمرة حتى هذه اللحظة. يأتي ذلك في وقت أكدت فيه مصادر فلسطينية في غزة مسح نحو 500 أسرة فلسطينية من السجل المدني بقطاع غزة بسبب استهدافات مباشرة ومتكررة لقوات الاحتلال استخدمت فيها قنابل وصواريخ أمريكية. دبلوماسيا، أكد مسؤول أمريكي أن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة أفضت إلى اتفاق إطاري ينص على إنهاء الحرب على ثلاث مراحل، أهمها توقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع تقوم خلالها حركة حماس بإطلاق سراح 33 محتجزا إسرائيليا مقابل إطلاق إسرائيل سراح مئات الأسرى الفلسطينيين وسحب قوتها نحو الحدود الشرقية لغزة. المسؤول الأمريكي أوضح أن الجهود تتركز الآن على كيفية تطبيق هذا الاتفاق الإطاري في ظل التفاصيل المعقدة، فأي أفق لهذه المفاوضات؟ تقرير نجيب جناتة. لأن أفضت مفاوضات إطلاق النار في غزة إلى اتفاق إطاري، فإن كيفية تطبيقه تسير في مسالك وعرة نظرا لدقة التفاصيل وتعقيدات المشهد القائم في غزة في ظل تواصل العدوان الصهيوني والاختلافات الجلية حول طبيعة ومدة وقف إطلاق النار وإشكالية تبادل الأسرى والمحتجزين. فأي أفق لهذه المفاوضات المتشعبة؟ الدبلوماسي الأسبق عبدالله العبيدي يوضح. ليس هناك أمل في الوصول إلى اتفاق بين الفلسطينيين الإسرائيليين، لأنه الإسرائيليين يريدون إخلاء غزة، والحديث عند الأمريكان والإسرائيليين يدور حول هدنة، يعني يعطيني الأسرى متاعي ومن بعد نوقف إطلاق النار هدنة ومن بعد نرجع نواصل عملية الإبادة، لأنه اليوم رقم الشهداء يناهز 40,000، هو ما يفوق 90,000 جرحى. العملية عملية ميزان قوة، والآن يقع التفاوض بين الأمريكان وجهات أخرى مع حزب الله، كما لو كان لسان حالهم يقول يعني كف عن مساندة الفلسطينيين، ما يحبوا يعزوا الفلسطينيين، يغلق غزة وعدم مواصلة الإمدادات. معضلة المفاوضات في غزة مصدرها دائما الكيان الصهيوني الذي ينظر إلى شروط التفاوض من زاوية مصالحه الاستراتيجية الضيقة واستهتاره بحياة الفلسطينيين ومقومات وجودهم في القطاع المدمر وانتهاكه الصارخ لكل المواثيق الإنسانية والقوانين الدولية. وعلى الجبهة اللبنانية أعلن حزب الله اليوم مهاجمة مقر قيادة كتيبة المدفعية التابعة للفرقة 146 جنوب كابري في الجليل الغربي بسربان من المسيرات وتحقيق إصابات مباشرة بالموقع. من جهته قال جيش الاحتلال إن عدة طائرات مسيرة انطلقت من لبنان سقطت داخل الكيان المحتل، فيما أكد الإعلام العبري مقتل جندي جراء سقوط مسيرة في الجليل الغربي. نقطة نهاية النشرة، قدمها لكم ياسين الفغالي، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. تواصل أزمة المهاجرين غير النظاميين في جبنيان والعامرة وتلويحون بالدخول في إضراب عام بالمنطقة في حال عدم التوصل إلى حلول جذرية. اليوم العالمي للسكان، تحذيرات من ظاهرة التهرم السكاني للمجتمع التونسي ودعوات لضبط سياسات تواكب هذا التحول الديموغرافي. بشأن الفلسطيني، مجازر صهيونية في حي الرمال ومناطق أخرى في مدينة غزة، ودفاع المدني في القطاع يسجل مسح 500 أسرة فلسطينية من السجل المدني ويعلن حي الشجاعية منطقة منكوبة. إلى اللقاء. انت تونسي عندك بطاقة تعريف وعمرك 18 عام او اكثر قبل 6 اكتوبر يوم الاقتراع الخاص بالانتخابات الرئاسية وتحب تعرف ولا تثبت من مركز الاقتراع اللي مسجل فيه، يكفي انك تضغط على نجمة 195 نجمة رقم بطاقة التعريف الوطنية دياز او تزور موقع www.twensa.easy.tn. لطلب اي معلومة تضع الهيئة على ذمتكم مركز النداء 1814، موقع الويب www.easy.tn، صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة، وإلا تنجموا تتوجهوا لأقرب مقر هيئة فرعية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. الانتخابات الرئاسية 2024.
البرمجة الصيفية للإذاعة الوطنية ابتداء من 1 جويلية عند الإشارة تكون ملا ساعة من الاثنين للخميس من 5 للستة مع فؤاد المسألة مسألة ذوق 85 سنة ونحن معاكم تسمعونا ونسمعكم نلتقي من خلال هذا المذياع الساحر معنا احنا بدايه الحكايه ومحلاها حكايه محلاها محبه محلاها عشره تسمعوا على موجات اذاعه الاذاعات بنت المالوف وطبوعه التونسيه سفينه النوب فؤاد عندك ما تسمع